الكرة يقيم احتفالية للمحترفين في معسكر نوفمبر. تقيم اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة احتفالية للاعبي المنتخب الوطني المحترفين، وتحديدا محمد صلاح وأحمد حسن وكوكا تريزيجيه، على هامش معسكر الفراعنة في شهر نوفمبر المقبل لخوض مباراة توجو في تصفيات أمم أفريقيا بالكاميرون، حيث فاز محمد صلاح بلقب الدوري الإنجليزي كأول لاعب مصري يحقق هذا الإنجاز، ونفس الأمر لأحمد حسن كوكا في الدوري اليوناني، بينما سيتم تكريم تريزيجيه وأحمد حجازي لجهود الأول في الإبقاء على فريق أستون فيلا في الدوري الممتاز وصعود ويست بروميتش للدوري الإنجليزي هذا الموسم. ورغم تأخر الحفل بسبب عدم وجود معسكرات للمنتخب طوال الفترة الماضية على خلفية جائحة كورونا وصعوبة تواجد المحترفين في مصر خلال الفترة الأخيرة وعلى رأسهم محمد صلاح، إلا أن اتحاد الكرة يتمسك بإقامة الاحتفالية في نوفمبر المقبل. من ناحية أخرى، قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تكريم أسماء اللاعبين الذي حققوا إنجاز دخول نادي المئة بوضع أسمائهم على جدران اتحاد الكرة ضمن عمليات التطوير والتجديد بمقر جبلايا بالجزيرة، مع التعاقد مع إحدى الشركات لتطوير مدخل مقر جبلايا. واللاعبون المصريون في نادي المئة هم حسن الشاذلي وحسام حسن والسيد ومصطفى رياض ومحمود الخطيب وأحمد الكاس وعبدالله السعيد ومحمد أبو تريكة وجمال عبد. بدأ مسؤول اللجنة الخماسية باتحاد الكرة إجراء بعض التعديلات على مبنى جبايا والاستعانة بإحدى الشركات لتطوير به الاتحاد ووضع صور لقمصان منتخب مصر، إلى جانب وضع صورة لمحمد صلاح مع نجم منتخب مصر والليفربول الإنجليزي ضمن إجراءات التكريم التي يجهزها اتحاد الكرة لمحمد صلاح بعد تتويجه برقم البريمليج. طلب حسام البدري مدير الفني لمنتخب مصر خوض ودية للفراعنة في شهر نوفمبر المقبل في حالة موافقة اتحاد الكرة على منح المنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري فترة إضافية في شهر نوفمبر المقبل لعمل معسكر طويل قبل مباراة توجو في الجولتين السادسة والرابعة والتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا بالكاميرون.